ايوه يا ماما. ايوه حبيبتي انا جايه لك اهو، والله جايه لك. ميس سلمى. ماشي، مع السلامه. ايوه يا امنيه. في ايه يا ميس سلمى؟ بصي يا حبايبي، النهارده هلغي الحصه عشان رايحه لمامتي، مامتي تعبانه جدا. طب يا ميس سلمى احنا بنحب حصتك قوي، طب احنا هنقف نستنوكي هنا. لا يا حبيبتي انا هتاخر، كل واحد يروح على بيته، وان شاء الله لما حدد الحصه جايه اكلمكم. طب ماشي. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. يا امنيه. نعم. دلوقتي الدرس اتلغى، احنا هنروح فين؟ اكيد هنروحوا يعني يا مكة. لا طبعا احنا مش هنروح، انا هقول لك لسه في ملاهي فاتحه جديده. ملاهي فاتحه جديده؟ لا بصوا بقى، انا ما ينفعش اروح معاكم عشان انا معيش فلوس، وكمان ماما لو عرفت هتزعقلي. بصي احنا معانا فلوس واحنا هنعزموكي. طب افرضي لو ماما عرفت اعمل ايه؟ هتعرف ازاي يا امنيه؟ بصي يا امنيه، وكمان احنا هنروح في ميعاد الدرس اللي احنا بنروح فيه بالظبط. ايوه. طب ماشي، يلا يلا, يلا بينا. يلا. ليه يا دنيا بتحطي على جرحك لونيا؟ ليه ليه يا دنيا؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله يا حبيبتي. احنا عايزين نلعب. بس كده اتفضلي يا حبيبتي، اي لعبه من دي ب 10 جنيه. ماشي اتفضلوا انتوا، يلا خش العب وانا جايه وراك. ماشي يا غالي. ماشي. طب والفلوس يا حبيبتي؟ ما انا هقول لك. بصي يا عمو تعالى، شايف البت دي اللي لابسه ابيض الطويله دي؟ ايوه يا حبيبتي. تعرف امها غنيه قوي. امها ايه؟ غنيه قوي. بتتكلمي بجد؟ بجد. انا معاها فلوس ياما. ياما قوي. خلاص طب يا حبيبتي. ماشي انا بقى، واحنا مروحين هديك الفلوس. خلاص اتفضلي يا حبيبتي انت عايزاها. ماشي يا يا غزل. ايه يا امنيه؟ انت هتجيبي فلوس منين يا غزل؟ يا امنيه انا محوشه يا امنيه. طب ماشي يا غزل. ماشي. حبيبتي. نعم. انزلي يا حبيبتي عشان صاحبتك تعرف تلعب. طب ما فيها ايه يعني؟ انزلي بس انا بفهمك يا عم. تعالي اقفي على جنب هنا كده يا حبيبتي. نعم سيبها على جنب عادي لصاحبتك. تحت امرك يا باشا، تحت اللي انت عايزاه. اتفضلي زقك اي حاجه تحت امرك، اتفضلي. انت طيب قوي يا عم كده. اه طبعا يا حبيبتي اللي انت عايزاه. ماشي اتفضلي. ماشي شكرا يا عم، انت طيب قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، لو عايزين افضلك الملايه دي كلها افضها لك. بجد والله؟ اه والله العظيم ده اللي انتوا عايزينه. ربنا يخليك يا رب. والله ماشي. الله يا عمو. ايه يا حبيبتي اللي انت عايزاه؟ والله ماشي يا عمو. يلا يا حبيبتي يلا عشان صاحبتكوا تلعب، يلا انزلوا يلا. بقول لك ايه، انزلي انت تعالي هنا. لا انزلي انزلي انزلي. في ايه يا عمو؟ تعالي تعالي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي تعالي اتفضلي. ابوها غني. غني قوي. امها غنيه. اتفضلي. غنيه قوي. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا عمو. تاني والله تاني اللي انت عايزاه يا حبيبتي. شكرا يا عم. غني قوي. تعرف يا عم معايا فلوس قوي ياما. ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي يا عم. شكرا يا عم. حبيبتي انت هي يا حبيبتي. نعم يا عم. صاحبتكوا زهقت من اللعبه اللي هناك، انزلي بقى عشان تعرف تلعب براحتك. اتفضلي يا حبيبتي. حاضر يا عم. يلا روحي العبي لعبه ثانيه. ماشي. اتفضلي اتفضلي. شكرا بجد يا عم. حبيبتي يا حبيبتي. ماشي. انت طيب قوي بجد. عم انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. امها وابوها معايا فلوس ياما قوي. قول والله. بجد. ماشي يا حبيبتي ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي. ماشي تعالي يا مكة. هزقك يا حبيبتي اللي انت عايزاه. ماشي يا عمو. ماشي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. شكرا يا عمو. خلي تدوخي بس. ما تخافش يا عمو، عيب عليك يا عمو. حلو قوي اللعبه دي يا عمو. انت اسمك ايه؟ اسمي عمك احمد. عم احمد؟ ايوه. عم احمد طيب وجميل. عم احمد طيب وجميل. اللي انت عايزاه يا عم احمد طيب وجميل. يا عمو عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. تعرف معايا فلوس ياما قوي. قول والله. بجد. ربنا يخليك انت باين عليك وشك سمح والله. شكرا. الملاهي اهو عشان تسمع الكلام. ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا باشا اتفضل.
عايز تلعب يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بص عندنا هنا اربع ملاهي تلعب زي ما انت عايز. تمام يزن، عايز تلعب انا لعبه يا حبيبي. عمو ايه يا حبيبتي؟ بص يا عمو، انت ازاي يا عمو هتدخلهم؟ تعرف دي ممكن تزعل وتتضايق قوي. صاحباتكم الغنيه دي ممكن تزعل وتتضايق. ايوه خلاص خلاص يا حبيبتي، معلش انا اسف. تعالى يلا يا حبيبي. بص لو سمحت، ايوه الملاهي دلوقتي محجوز عشان فيها ناس مهمه، بس معلش ساعه كده وتعالى يا حبيبي. معلش نص ساعه بس وهنمشي. والله العظيم صدقني ما هينفع، هي تتضايق صح؟ اه تتضايق. لو سمحت والله بقاله اسبوع بيزن عليا كل يوم. والله العظيم ما هينفع صدقني، متاسف جدا ليك والله. معلش ساعه كده وتعالى حبيبي. يلا خلاص بالليل هجيبك يا حبيبي. ماشي لا لا ساعه بالظبط وتعالى. خلاص تمام تعالى يا حبيبي. تعرف يا عمو، انت لو دخلتهم هي هتزعل قوي، مش هتديلك الفلوس. لا 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 خلاص يا حبيبتي خلاص. ماشي اي حد يدخل قول له مامو. خلاص تمام ماشي. يا مكة. نعم يا غزل. يلا يا مكة نروح. طب وأمنية؟ مالكيش دعوة، سيبها تلعب هي. طب والفلوس مين اللي هيحاسب؟ مالكيش دعوة يا مكة، سيبها أمنية هنا. حاضر يلا. يلا يا غزل. أمنية. نعم يا غزل. هنروح بس نعمل حمام وغيرين. طيب ماشي، أنا بقى أروح ألعب لعبة الكرسي اللي هناك. ماشي يلا. على حاجة. نعم يا غازة. تعرفي ده عمو هيفضل يضرب فيها. اما انت دماغك ايه يا غازة؟ شفت يا مكة بقى فكرتي حلوة. لا حلوة قوي يا غازة. عمو ايه يا حبيبتي؟ هو فين الحمام عشان اروح لصحابي عشان هم اتأخروا قوي. حمام ايه يا حبيبتي؟ الملاهي هنا ما فيهاش حمام، وثانيا صحابك اخذوا الكتب بتاعهم ومشوا. يعني ايه يا عمو؟ ماشي والله يا حبيبتي. اه طب عمو انا عايز لك على حاجه. انا ماشيه بقى كده خلاص. خلاص طب بصي يا حبيبتي لو سمحت. نعم. الحساب بس 300 جنيه. حساب ايه؟ حساب المراجع اللي انتوا اتمرجحتوها. عمو نعم. انا معيش فلوس يا عمو. ايه يا حبيبتي؟ انا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ ايوه. ازاي يعني يا حبيبتي معكيش فلوس؟ ده انا جاي لي زباين هنا ومشيتهم وصاحبتك قالت لي ان انت هتحاسبي. لا انا مش هحاسب، انا معيش فلوس اساسا. معكيش فلوس؟ ايوه يا عمو. ماليش دعوه، مش هتمشي من هنا ولا تتعتقي من هنا لما تجيبي لي ال 300 جنيه بتوعي. طب اشمعنى انا عايز تاخد مني فلوس؟ هي صاحبتك قالت لي ان انت غنيه وابوك وامك غنيه وهتحاسبيني. لا انا مش غنيه، انا عاديه. عاديه؟ ايوه. طيب معاك رقم تليفون مامتك؟ ايوه. خدي يا حبيبتي سيبيها، قولي لها تيجي هنا تدفع الفلوس اللي عليك. لا انا مش هينفع اتصل بيها. ليه يعني مش هينفع؟ اساسا انا كنت رايحه الدرس، بس الدرس اتلغى وانا جيت الملاهي هنا من غير ما اقول لماما. ماما هتزعلي. تستاهلي. واول حاجه دي مشكلتك مش مشكلتي، انا مشكلتي عايز الفلوس بتاعتي وبس. خدي. ابص ايدك يا عم والنبي. لا ماما هتزعلي. هتتصلي بيها ولا مش هتتصلي بيها؟ حاضر يلا. سلام عليك يا عم. الو 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 يا ماما، انا امنيه يا ماما بنت. تعالي الحقيني والنبي يا ماما. ما انا هقولك بس والنبي ما تزعقيلي. بصراحة النهاردة يا ماما الدرس اتلغى وصاحبتي غزل قالت لي يا ماما ان احنا نروح الملاهي، وقالت لي اللي هي معاها فلوس يا ماما، بس بعد كده ضحكت عليا ومشت وسابتني في الملاهي يا ماما. وعمو عايز مني فلوس يا ماما. كام؟ 300 جنيه. 300 جنيه يا ماما. و50 جنيه بقى الشيش عشان ما تحتلك الملاهي. وعايز 50 جنيه بقى الشيش يا ماما. تعالي والنبي، انا عارفه ان انا غلطانه، بس تعالي النبي يا ماما عشان انا خايفه. في الجنينه الواسعه يا ماما. ايوه كده ماشي. سلام سلام. تعالي والنبي. هاتي. يعني انت بقى امك مش غنيه؟ لا. ولا ابوك غني؟ لا. وانا عماله امسحلك في الكراسي بتاعت الجنينه وفي الملايه، وعماله امسحلك الملايه كلها. طب عمو سيبني امشي والنبي. تمشي؟ اه. مش امك جايه؟ تدفع الفلوس وتمشي. بقول لك ايه؟ نعم. لمنا حبه الزباله دي يلا. ليه يا عمو؟ عشان انت معكيش فلوس وزلتيني انت واصحابك، ده انا قفلت الملاهي بسبب. يلا لم كام زباله دول يلا. انا عايز الاهي الملاهي بتاعتي بتلمع. حاضر يا عم. يلا. حاضر. طب عمو النبي عشان خاطري سيبني امشي منها. لمك.
يا ريتني ما سمعت كلامك يا غزل. ضحكت عليا يا غزل، انا مش بكلمكي تاني والله العظيم. أمل الله من القلق. عم محمود، يا عم محمود الله يخليك. معلش يا عم محمود لو سمحت، هو انت تعرف فين الملاهي اللي في الجنينه الواسعه؟ الملاهي اللي في الجنينه الواسعه؟ ايوه ايوه في الجنينه الواسعه. الملاهي اللي في الجنينه الواسعه فين هي؟ انت عاوزه الملاهي يعني؟ ايوه ايوه عارف الملاهي في حاجه. طب ليه متعلم معايا بس يا عم محمود؟ وكمان عاوز اقول لك على حاجه. ايه؟ اللي ماسك الملاهي تابع لو عاوزه حاجه من بجد هنا. بجد بجد؟ ايوه اعرفه. طيب ماشي يا محمود، ربنا يخليك يا رب. تعالى معايا واحكي لك في الطريق كل حاجه. هي اللي تعالى اتفضل استكول تبعي والله. هي دي الملاهي بقى. هي دي؟ ايوه. امنيه امنيه امنيه، ايه انت عملتيه ده يا امنيه؟ ينفع كده برضو يا حبيبتي؟ انا اسفه يا ماما والله العظيم انا غلطانه. اسفه على ايه بس يا امنيه؟ يا حبيبتي انا اصلا مش حرمكي من حاجه يا امنيه، بعمل لك كل اللي انت عايزاه وبجيب لك كل اللي نفسك فيه، واي مكان عايزه تروحي بوديه لك يا امنيه. تروحي الملاهي حاضر يا امنيه، تتفسحي حاضر يا امنيه، يا ماما عايزه اي حاجه حاضر يا امنيه. ما غلطتي يا حبيبتي، قالت لي ايه عازمنا؟ والله العظيم يا ماما ضحكت عليا. من انت يا امنيه تسمعي كلام حد؟ مش قلت لك قبل ما تتصرفي في اي حاجه لازم ترجعي لماما الاول؟ ايوه يا ماما. انا بس هقول لك على حاجه، انت عارفه اللي انت فيه ده نتيجه الدلع فيك يا امنيه. والله ده نتيجة الدلع يا امنية. طب اعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ بالراحة، واحدة واحدة. بالراحة يا ايه يا عم محمود؟ انت مش فاهم حاجة يا عم محمود. دلوقتي افرضي الملاهي دي بعيدة عن الدرس، افرضي لا قدر الله عربية كانت خبطتك، انا كنت عملت ايه؟ افرضي اتخطفتي، انا كنت عملت ايه؟ بعد الشر، بعد الشر عليها. افرضي وقعتي من على المرجحة ولا حاجة اتكسرت، انا اعمل ايه؟ الحمد لله كويسة وبسيطة. ابوكي يقول لي ما عرفتش اربي. السلام عليكم. انت ابوها؟ عامل ايه؟ سلام عليكم يا باشا. عامل ايه؟ 300 جنيه. ايوه 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 انا مامتها. ايوه ايوه طيب هات 300 جنيه. ماشي اتفضل 300 جنيه. بنتك لعبت هنا في الملاهي ب 300 جنيه وصاحبتها قالت لي اللي هي غنيه ومعاها فلوس كتير، فانا فضيت الملاهي كلها عشان خاطرها. عشان خاطر الاستاذه تلعب. ثواني بس. تمام. انت بتدي له فلوس كده وخلاص 300 جنيه؟ لا الملاهي كلها ما تجيش ب 300 جنيه، انت هتشتغلنا ولا لا؟ انا جاي معاك سيبيني انا اتكلم. خلاص يا عم محمود بنتي اللي غلطانه. ثواني تعالى حاسبني لعبه. تقول لي كده لعبه كام لعبه؟ بقول لك يا ابو عم. ايه؟ انا فضيت الملاهي كلها. تمام؟ جالي زباين قلت لها انا وقفت شغل. طب برضه عشان هي تلعب. بس مش 300 جنيه. فضلت امسح لها في الكراسي. مش 300 جنيه برضه احنا خلاص يا عم. خلاص يا عم. دي يوميه دي خلي بالك. ايه؟ يوميه دي خلي بالك. يوميه. عارف انا مأجر المكان؟ عارف مأجر الجنينه الواسعه دي بكام؟ كام؟ انت مالك انت؟ يلا. يا عم ماشي تحرجناش بس. عم محمود تحرجناش قدام الناس. خلاص يا عم محمود. انا هوديك وارجع. خلاص يا عم محمود. خلاص يا عم محمود بنتي اللي غلطانه. بنتي اللي غلطانه. عارف المرجحه دي بكام؟ بكام؟ انت مالك انت؟ كمان ده. ما يلا بينا يا عم محمود. شكرا يا استاذ. شكرا. انت بقى حسابك معايا في البيت، لسه عقابك كمان من ابوكي في البيت. ماما قلنا بس قدامي قدامي على البيت قدامي. خد تعالى هنا. عارف الزحلقه دي بكام؟ بكام؟ انت مالك انت؟